من كل شكل كل شكل وصفي قلوب ويسألوني 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 أقول أيوة ده حب عندي عندي يسوى الكون يا ما يا ما يا ما ويا ما يا ما يا ما ويا يا ما يا ما ويا ما يا ما يا ما يا ما يا ما تقابلني يا ما يا ما يا ما عيون وعيون من كل شكل كل شكل يوصف بيقولون ويسألوني 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 أقول أيوة ده حب عندي عندي يسوى الكون تغيب عني لكن في كل الأماكن هواك فيا ساكن كأنك هنا وعايشة في وجودك وبحفظ عهودك وصدق وعودك وصل حبنا أنا مخلصة لك أنا مخلصة لك أنا مخلصة لك حقيقي أنا شركة الإعمار الحديث للإنشاء السريع والمقاولات أضخم شركة متخصصة بالبناء السريع في سوريا قوالب معدنية وخشبية جاهزة بالطرق الحديثة المدروسة هندسيا توفير للوقت سرعة في البناء جودة عالية مع تشطيبات بمقاييس معتمدة معدات وآليات وكوادر هندسية ضخمة تنفيذ المشاريع الضخمة من مولات وفنادق وأبراج تصل إلى 70 طابقا لأول مرة في سوريا بالإضافة إلى تنفيذ مشاريع البنى التحتية والإنشاءات المعدنية
توفير أكثر من 7000 فرصة عمل هذا العام. دمشق مجمع الماروتا سيتي 0945 200 500. شركة الإعمار الحديث للإنشاء السريع والمقاولات، بثقتكم نساهم في إعادة الإعمار. شركة منارات العمران للإكساء والديكور، أضخم شركة متخصصة بأعمال الإكساء والديكور الداخلي والخارجي، تنفيذ الأعمال الكهربائية والصحية والتكييف حتى الأثاث من الألف إلى الياء، تنفيذ أنظمة الإنذار والمراقبة والتحكم ومكافحة الحرائق بأفضل المعايير، كادر هندسي متكامل ومن كافة الاختصاصات ذات الصلة، توفير أكثر من 10,000 فرصة عمل متنوعة الاختصاصات هذا العام. دمشق مجمع الماروتا سيتي. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا على الإنترنت منارات-العمران.com أو اتصلوا على الرقم 0961-104-800. شركة منارات العمران للإكساء والديكور، نتشارك في إعادة الإعمار. شركة القاهر للمقاولات والآليات الثقيلة المتخصصة بالحفر والبناء، أسطول من الآليات الثقيلة ومعدات التشييد والحفارات، رافعات تلسكوبية ورافعات شوكية، تخديم مشاريع البناء من الألف إلى الياء فيما يخص الحفر والردم، تأمين كامل معدات وآليات البناء وبأسعار منافسة، خدمات الصيانة بالكامل على مدار الساعة. أكثر من 1500 فرصة عمل هذا العام. دمشق الماروتا سيتي 0943-600-300. شركة القاهر للمقاولات والآليات الثقيلة بخدمتكم في إعادة الإعمار. شركة آراء للدراسات والاستشارات الهندسية، تخصص بتقديم الدراسات والاستشارات الهندسية وتطويرها والإشراف على التنفيذ لكافة المشاريع التجارية منها والسكنية والاستثمارية والصناعية، كوادر متخصصة وخبرات محلية كبيرة، عمل احترافي داخل بيئة مجهزة بأحدث الأنظمة العالمية من ضبط الجودة إلى معايير السلامة والأمان، توفير أكثر من 1500 فرصة عمل للمهندسين بكافة الاختصاصات. دمشق مجمع ماروتا سيتي 0961-104-900 أو زوروا موقعنا على الإنترنت araء-engineering.com. شركة آراء للدراسات والاستشارات الهندسية، الطريق إلى التميز في إعادة الأعمار. شركة داما الرائدة في مجال المجبول البيتوني ومواد البناء، أفضل أنواع المجبول البيتوني المدعومة بأكبر أسطول من أحدث الجبالات المتنقلة، المضخات البيتونية الثابتة والمتحركة بارتفاعات مختلفة تناسب كافة أنواع المشاريع، أفضل أنواع البلوك والإنترلوك بمقاسات وألوان وأشكال متعددة بأفضل المواصفات العالمية وبأسعار منافسة مع تقديم كافة التسهيلات المالية. أكثر من 2000 فرصة عمل خلال العام الحالي. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا على الإنترنت www.dama-co.com. شركة داما للمجبول البيتوني ومواد البناء، إعادة الإعمار في سوريا شرف. ها حبيبي
خاطري لا تأذي نفسك من الزعل من الزعل مني تزعل لك ولا زعل الدنيا كلها ولا مكروه مثلك حبيبي فتتدلل عليا لكن تدلل عليا تدلل تدلل عليا يا هبة ربي من السماء واجمل هدية عيني عيني عيني
موعود معايا بالعذاب موعود يا قلبي موعود ودايما بالجراح موعود موعود معايا بالعذاب موعود يا قلبي موعود ودايما بالجراح موعود يا قلبي ولا بتهدى ولا بترتاح في يوم يا قلبي يا قلبي ولا بتهدى ولا بترتاح عمرك ما شفت معايا فرح كل مرة ترجع المشوار في جرح عمرك ما شفت معايا فرح ترجع المشوار في جرح والنهاردة النهاردة جاي تقول انسى القات جاي تقول لي يلا بينا يلا بينا الحب
يسمعني حين يراقصني كلمات ليست كالكلمات، يسمعني حين يراقصني كلمات ليست كالكلمات، يأخذني من تحت ذراعي يزرعني في أحد الغيمات، يسمعني حين يراقصني كلمات ليست كالكلمات، يسمعني حين يراقصني كلمات ليست كالكلمات، يأخذني من تحت ذراعي يزرعني في أحدى الغيمات، والمطر الأسود في عيني يتساقط زخات زخات، والمطر الأسود في عيني يتساقط زخات زخات، يحملني معه يحملني لمساء الورد الشرفات، لمساء كلمات ليست كالكلمات، يسمعني حين يراقصني كلمات ليست كالكلمات، يأخذني من تحت ذراعي يزرعني في أحدى الغيمات، والمطر الأسود في عيني يتساقط دخات دخات، والمطر الأسود في عيني عيني يتساقط دخات دخات، يحملني معه يحملني لمساء الورد الشرفات، لمساء الورد الشرفات، لمساء الورد الشرفات، لمساء الورد
الطفلة في يده جريشة تحملها من السماوات يده جريشة تحملها من السماوات يده جريشتي تحملها من السماوات يهديني شمسا يهديني صيفا يهديني شمسا صيفا وقطيع السنون يهديني شمسا صيفا وقطيع السنون يخبرني أني تحفته وأساوي آلاف النجمات يخبرني أني تحفته وأساوي آلاف النجمات وبأني كنز وبأني أجمل ما شاهد من لوحات بأني كنز وبأني أجمل ما شاهد من لوحات Thank you.
أعود لطاولتي لطاولتي أعود أعود لطاولتي لا شيء معي لا شيء معي إلا كلمات كلمات ليست كالكلمات كلمات ليست كالكلمات كلمات ليست شركة القاهر للمقاولات والآليات الثقيلة المتخصصة بالحفر والبناء، أسطول من الآليات الثقيلة ومعدات التشييد والحفارات، رافعات تلسكوبية ورافعات شوكية، تخديم مشاريع البناء من الألف إلى الياء فيما يخص الحفر والردم، تأمين كامل معدات وآليات البناء وبأسعار منافسة، خدمات الصيانة بالكامل على مدار الساعة، أكثر من 1500 فرصة عمل هذا العام. دمشق الماروتا سيتي 0943 600 300. شركة القاهر للمقاولات والآليات الثقيلة بخدمتكم في إعادة الإعمار. شركة الإعمار الحديث للإنشاء السريع والمقاولات أضخم شركة متخصصة بالبناء السريع في سوريا، قوالب معدنية وخشبية جاهزة بالطرق الحديثة المدروسة هندسيا، توفير للوقت، سرعة في البناء، جودة عالية مع تشطيبات بمقاييس معتمدة، معدات وآليات وكوادر هندسية ضخمة، تنفيذ المشاريع الضخمة من مولات وفنادق وأبراج تصل إلى 70 طابقاً لأول مرة في سوريا، بالإضافة إلى تنفيذ مشاريع البنى التحتية والإنشاءات المعدنية، توفير أكثر من 7000 فرصة عمل هذا العام. دمشق مجمع الماروتا سيتي 0945 200 500. شركة الإعمار الحديث للإنشاء السريع والمقاولات، بثقتكم نساهم في إعادة الإعمار. شركة منارات العمران للإكساء والديكور، أضخم شركة متخصصة بأعمال الإكساء والديكور الداخلي والخارجي، تنفيذ الأعمال الكهربائية والصحية والتكييف حتى الأثاث من الألف إلى الياء، تنفيذ أنظمة الإنذار والمراقبة والتحكم ومكافحة الحرائق بأفضل المعايير، كادر هندسي متكامل ومن كافة الاختصاصات ذات الصلة، توفير أكثر من 10,000 فرصة عمل متنوعة الاختصاصات هذا العام. دمشق مجمع الماروتا سيتي. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا على الإنترنت منارات-العمران.com أو اتصلوا على الرقم 0961-104-800. شركة منارات العمران للإكساء والديكور، نتشارك في إعادة الإعمار. شركة أراء للدراسات والاستشارات الهندسية، تخصص بتقديم الدراسات والاستشارات الهندسية وتطويرها والإشراف على التنفيذ لكافة المشاريع التجارية منها والسكنية والاستثمارية والصناعية، كوادر متخصصة وخبرات محلية كبيرة، عمل احترافي داخل بيئة مجهزة بأحدث الأنظمة العالمية من ضبط الجودة إلى معايير السلامة والأمان،
توفير أكثر من 1500 فرصة عمل للمهندسين بكافة الاختصاصات. دمشق، مجمع ماروتا سيتي، 09-61-104-900 أو زوروا موقعنا على الإنترنت ara-engineering.com. شركة آراء للدراسات والاستشارات الهندسية، الطريق إلى التميز في إعادة الأعمار. شركة داما الرائدة في مجال المجبول البيتوني ومواد البناء. أفضل أنواع المجبول البيتوني المدعومة بأكبر أسطول من أحدث الجبالات المتنقلة. المضخات البيتونية الثابتة والمتحركة بارتفاعات مختلفة تناسب كافة أنواع المشاريع. أفضل أنواع البلوك والإنترلوك بمقاسات وألوان وأشكال متعددة بأفضل المواصفات العالمية وبأسعار منافسة مع تقديم كافة التسهيلات المالية. أكثر من 2000 فرصة عمل خلال العام الحالي. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا على الإنترنت www.dama-co.com. شركة داما للمجبول البيتوني ومواد البناء، إعادة الإعمار في سوريا شرف. إزاي أنا كلمته؟
الشواف عليه سلم 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 وخد ايدي في ايدي خد ايدي في ايدي قابلني والاشواف عليه سلم 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 وخد ايدي في ايدي خد ايدي في ايدي وهمس لي قلبي الحق علي نسيت ساعتها بعدنا لي وهمس لي قلبي الحق علي نسيت ساعتها بعدنا اصبر يوم على بعض الصبر عايز صبر الوحده لوحده مقدرش على بعض حبيبي مقدرش على بعض حبيبي أنا ليا مين أنا ليا
في الحب يا دوب يا دوب اتقال وصفوا للصابر لقيت خيال وكلام في الحب كلام في الحب يا دوب يا دوب خمرة الحب اسقيها هم قلبي تنسيني
خمرة الحب اسقيها هم عيشة لا حب فيها جدول لا مثيل جدول لا خمرة الحب اسقيها هم قلبي تنسيني خمرة الحب اسقيها هم قلبي تنسيني عيشة لا حب فيها جدول لما انت جودي فاصليني سليني انت جودي فاصليني جودي فاصليني سليني انت جودي فاصليني Thank you.
وبأرضك نوادر، بسماك البشاير وبأرضك نوادر.